الوردة الدمشقية. عانقت الزهور الدمشقية التاريخ، ووصل عبق أريجها إلى جميع بقاع العالم، وارتبطت بالموروث الثقافي والحضاري بحكم تواجدها في معظم البيوت. يعود اكتشافها إلى العصور القديمة، ومصدرها شرق البحر الأبيض المتوسط. تحتاج الورود الدمشقية للمياه بشكل كبير. أخذت هذه الورود شهرتها وأهميتها لكثرة فوائدها العطرية والطبية والغذائية وحتى التجميلية، كما أنها تستخدم في المطبخ الدمشقي كأحد التوابل، وكذلك يشتق منها ماء الورد. تأخذ الوردة الدمشقية ألوان الأحمر الفاتح، الأصفر، الزهري وغيرها من الألوان. يستعمل الزيت الموجود فيها لإنتاج أفخم أنواع العطور، لذا لقبت الوردة الدمشقية بملكة الأزهار.